معي من باريس بشار دريدي الكاتب الصحفي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد بشار. هل من جديد فيما يتعلق بما حدث من ناحيه المخطط؟ كيف تم الاختراق؟ مع من المخطط؟ من نعرف من المنفذ طبعا اذا كان معه من احد الشارع الفرنسي؟ كشعب ومن الناحيه الامنيه من الاجراءات كيف يبدو الان؟ الكلمه لك سيد بشار. نعم، من المخطط ومن المنفذ؟ هو بالتأكيد كما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الهجوم، ولكن ما حدث صحيح طبعا داعش، بس أنا قصدتك إذا في تفاصيل عن الأشخاص، يعني اللي هو هذا المحتجز رهائن كان مغربي، وإذا ما علمنا أصلا إضافات فيما يتعلق به. تفضل. نعم، هو المعلومات المتوفرة على حول المنفذ هو مغربي الجنسية، يبلغ من العمر 25 عاما، كان تحت المراقبة الأمنية بسبب طبعا انتقاله إلى التطرف الديني. كما نشير هنا أيضا إلى أن العملية هذه وصفها الأمنيون أو تصف بالعملية النوعية لمدة إنجاز هذه العملية إن صح التعبير، كانت مدة 4 ساعات، هي منذ أن أطلق النار على دورية شرطة. نعم. إلى إيه؟ منذ أن أطلق النار على دورية الأمن. الجديد في الموضوع أو الجديد في هذا الموضوع أن هناك كان أحد الضباط المتقاعدين برتبة عقيد، كان متواجد داخل المكان الذي يبلغ 1000 متر مربع، كان متواجد داخل السوبر ماركت أو المركز التجاري، قام بالحديث مع المنفذ وطرح عليه التبادل أن يستبدله مكانه، وبادل نفسه مع أحد الرهائن. نعم، بادل نفسه مع أحد الرهائن، ثم قام بفتح هاتفه المحمول على الطاولة، مما ساعد قوات الأمن التواجد المكان بأسرع وقت ممكن. القوات الأمن الفرنسية منذ هجمات عام 2012 اتخذت تدابير جديدة أو ما يسمى بالنمط الجديد الأمني، وهو نمط 10 دقائق. ماذا تعني يعني 10 دقائق؟ يعني يجب على القوات الأمنية في حال حدوث أي هجوم إرهابي أو أي حادث اختطاف مشابه أو احتجاز لرهائن، يجب على القوات الأمنية أن تتواجد في المكان في مدة أقصاها 10 دقائق. لهذا وصفت هذه العملية بالنوعية. فعندما تم الحديث عن الاحتجاز، وصلت قوات الأمن الفرنسية حتى قبل ظهور الخبر للإعلام بساعة تقريبا، كانت مطوقة المكان بشكل كامل وقامت باستدراج طبعا المنفذ. هذا يعني عدد القتلى للأسف 3، ولكن يعتبر قليل بما يعني إذا قارناه بعمليات الاحتجاز والرهن ومكان كبير. ايضا انه يعني باقل خسائر، على الاقل اقل من سابقاته، باقل خسائر وبقل وبقل باقل مده في نفس الوقت. يذكر ايضا ان القوات الامنيه الفرنسيه هنا والقوات الخاصه استخدمت اسلحه نوعيه جديده لم تستخدمها من قبل، كانت قد شرتها من المانيا، كما قام الجيش ايضا باستخدام. طيب هو طالب الافراج عن صلاح عبد السلام متى؟ طالب بالإفراج عندما بدأ الحديث أو الحديث عن مطالبه، يعني أن القوات الأمنية ترفض التفاوض دائما مع الإرهابيين، وإنما عملية التفاوض تأتي فقط لكسب عملية الوقت. متى؟ عندما كان ضابط داخل سوبر ماركت؟ نعم، عندما كان الضابط داخل السوبر ماركت، هو ضابط متقاعد، كان يعني بحسب المعلومات الأولية كان متواجد بالصدفة، يعني مثل أي شخص يشتري صدفة. أشياء. من سيد بشار لم يكن لدى الشرطة خيار آخر، لماذا قتلته؟ يعني من ضمن الأسئلة التي وردت دائما هذه الأسئلة تحوم حول لماذا قتلته ولماذا لم يعني يقبضوا عليه حيا، لأنه قام بالتبادل بإطلاق النار ولم يكن يعرف، يعني حتى قوات الأمن والضابط الذي تحدث معه وتبادل معه لم يعرف ماذا بحوزته، هل هناك أحد مناسفة، هل هناك أناس متواجدين غيره في مكان 1000 متر مربع؟ تخيلي عدد الأشخاص أو عدد الضحايا، يعني لا قدر الله لو حصل
كان يحمل حزاما نعم ناسفا. جدير بالذكر ان هذه الذئاب المنفرده يعني يصعب على قوات الامن ان تفكر او تعرف ماذا يحملون بجعبتهم. هناك من يستخدم الأحزمة الناسفة، هناك من يستخدم أسلحة متطورة، هناك طب فيما ينتظر يتعلق هجوم. بتحركاتهم، بس سؤال أخير سيد بشار، يعني قلت حضرتك ببداية حديثك بأنه مراقب أمنيا، ماذا يعني أن نعم، يكون مراقبا أمنيا؟ مراقب أمنيا يعني فيش إس، بما يسمى باللغة الأمنية القضائية الفرنسية. فيش إس يعني من يصدر قلق أو مقلق للسلطات الفرنسية، ليس فقط التطرف الديني على فكرة، تطرف بس أيضا ما الإجراءات فكري التي تتخذ بحقه؟ يعني هو يعني حر إقامة طليق جبرية. في بعض الأحيان هناك إقامة جبرية لأشخاص قد تكون لهم علاقة في أحد يعني في أحداث كبيرة ولكن لم يثبت إدانتهم. يعني أيضا هناك نوع آخر يتم مراقبتهم، نعم ولكن هذه العملية مكلفة جدا. لا ننسى أن في أوروبا متواجد 50,000 إرهابي قدموا من جميع من العراق من سوريا إلى آخره، ولكن الأعداد حتى بفرنسا يقال أن هناك 17,000 موجودين على الأراضي الفرنسية. هناك أيضا ما يقارب 70% من 50,000 في المملكة المتحدة البريطانية. ولكن أنا شخصيا أعتقد أن هذه الأرقام يمكن أن تكون جزئيا صحيحة أو غير صحيحة، لأن هذه الذئاب المنفردة لا نستطيع حصرها في مكان طيب معين أو مكان أو فرنسا أو إسبانيا أو نعم بلجيكا إلى آخره. إيه، لا حدود طبعا لهذا أكيد الإرهاب ولهذه الذئاب يعني المنفردة لتواجدها. بالضبط أنا أشكرك يمكن. جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، كثير أخذنا وقت إضافي، شكرا كثير، عذرا على المقاطعة، من باريس بشار دريد الكاتب الصحفي.